انا كنت كويس، كنت عايش وسطهم، وسط نور الشمس، وسط نور اللمض، وسط اللدات، وسط الهدى الموفره. ما كنتش حاسس باي حاجه، ما كنتش بيفرق معايا ايه لمبه ليد من لمبه فلورسنت، من ضوء الشمس، من وقت الغروب، من وقت الشروق. كان كله بالنسبه لي نور، ما كانتش فارقه معايا خالص. هيفرق معايا في ايه؟ ما انا رايح من الشغل جاي من الشغل، رايح من الشغل جاي من المشوار، مش فارقه معايا النور في حاجه. الدنيا ضلمت بشغل اللمبه، الدنيا فيها نور بطفي نور الاوضه او نور الشقه اللي انا قاعد فيها، مش قصه بالنسبه لي. يعني ايه اتجاه اضاءه؟ يعني ايه اللمبه جايه من يمين فوشي منور من يمين ومضلم من الشمال؟ يعني ايه الشمس قويه وحاده؟ يعني ايه هارش لايت؟ انا ما كنتش عامل حساب الكلام ده كله، وبجد دي مشكله مش لاقي لها حل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من حلقه قناه التصوير المصري. معاكم محمد فتحي. طبعا انتم مش شايفين اي حاجه لان انا مش شايف اي حاجه برضو زيكم بالظبط. بس حلقه النهارده واللي انا عايز اوصل لكم فكرتها بمثال بسيط جدا مش هينفع اوصله غير وانتم شايفيني كده سيلويت خالص، اللي هو انتم مش شايفين اي ملامح غير بس كده خيال بيتكلم. حلقتنا النهارده باختصار عن الاضاءه، فهنعمل حاجه عملي كده بسيطه عن الاضاءه عشان تفهموا اللي عايز اتكلم فيه، وبعد كده هبدل الاضاءه واخليكم شايفيني زي كل حلقه واتكلم كلمتين اللي انا عايز اقولهم. مبدئيا الاضاءه لازم تتقري، الاضاءه بتتقري، يعني تقرا الاضاءه جايه منين، الاضاءه بتوظفها ازاي، بتستعملها ازاي، بنجيبها من اتجاهات ايه، ايه الفرق بين الاضاءه بتاعت الفلاشات والهدات اللي اتكلمت عنها قبل كده. انا مش بتكلم عن النقطه دي بالذات دلوقتي، بس احنا النهارده بنتكلم عن اللايت دايركشنز او اتجاهات الاضاءه، او الاضاءه لما تكون جايه منين تعمل ايه. فهمثل الموضوع ده بمثال بسيط جدا وباضاءه ضعيفه قوي وخافته قوي عشان تلاحظ ايه اللي بيحصل في الصوره، او ايه اللي بيحصل ليا انا شخصيا في الصوره دي. الاضاءه اللي ورايا دلوقتي دي انا متعمد انورها عشان ابقى انا باين زي ما انتم شايفيني كده، مش باين مني اي ملامح، عشان لما انور اضاءه ضعيفه ثانيه من اتجاه معين تقدروا تحددوا الاضاءه دي جايه منين. ومثلا ده اتجاه اضاءه، اعتقد دلوقتي انتوا قادرين تميزوا الاضاءه جايه منين برغم ان هي ضعيفه، بس ده اتجاه اضاءه. الاضاءه جايه من جنبي الشمال، من جنبي الشمال، معرفش من لكم الشمال ولا اليمين، بس جايه من الاضاءه من جنب الشمال. وده اتجاه تاني للاضاءه، الاضاءه زاويه 45 درجه من قدامي شمال شويه، يعني هي مش شمال قوي ومش قدامي، هي 45 درجه وكمان لفوق. تقدر تقراها من عيني، تقدر تقرا الاضاءه من جزء في عيني. فده اتجاه تاني مختلف خالص عن الاضاءه اللي كانت في الاتجاه الاولاني او من غير اضاءه خالص. وده اتجاه تالت خالص للاضاءه، غير الاولانيه وغير التانيه، اللو انجل لايت او اضاءه من زاويه منخفضه. الاضاءه دي بتستعمل في التعظيم او في الصور اللي انت عايز تبان فيها فخامه الشخص، او الصور اللي تبقى الصوره كلها ضلمه ومنور من تحت. طبعا الزاويه دي مرعبه جدا باستعمال الاضاءه. دلوقتي اكيد شايفيني غيرت مكان الاضاءه، بدل ما خليتها ورايا وكنت انا سلويت جبتها شمالي بزاويه 45 درجه عشان تشوفوني نتكلم كلمتين مع بعض. انا كنت بخاف من الاضاءه فعلا اول ما دخلت مجال التصوير الفوتوغرافي، لما جبت فلاش بعد كده لقيت الموضوع اكبر بكتير من ان هو حاجه بتركب على كاميرا تنور. الموضوع طلع دراسه، في بقى اسهم اضاءه وخط سير وحوار كبير. ففعلا انا كنت بخاف من الاضاءه، انما بعد كده مع الوقت لما لقيت نفسي طب وبعدين، ما كل حاجه احترافيه اساسها اضاءه. لما اجي اصور سيشن محترف محتاج اضاءه، تصوير منتجات محتاج اضاءه، تصوير اي حاجه احترافيه محتاج اضاءه، حتى لو اضاءه الشمس، مش بقول لك اضاءه صناعيه. محتاج تعرف توظف الاضاءه دي جايه منين، استغلها انا ازاي، اعمل ايه في الحاله دي، اوقف الموديل ازاي، انا اجي من انهي اتجاه. لازم تبقى فاهم اضاءه كويس. المثال اللي فات او الكام مثال اللي فات دول كانوا ما هم الا حاجه بسيطه افهمك الاضاءه دي مفهومها ايه. انا كنت منور بلمبه موفره عشان اوريك بس الاضاءه اتجاهها جاي منين، يعني لا دي مصدر اضاءه تستعمله ولا حاجه مثال تعمل بيه. انا بفهمك الاضاءه 45 درجه بتبقى عامله ازاي، بتنور هنا وبتظلم هنا، من فوق 45 درجه بتبقى عامله ازاي، من تحت بتبقى عامله ازاي. اتجاه الاضاءه معاك بيفرق جامد جدا في صورتك، ممكن صوره لنفس الشخص باختلاف الاضاءه بتاعتها تطلع كونسبت مختلف. شخص ممكن يبقى شخص كيوت وشكله حلو وجميل جدا، ممكن يبقى طفل،
لما توظف الإضاءة غلط، توظفها مثلا إضاءة منخفضة، هتلاقي الصورة طالعة معاك بشعة. حتى لو هو بيضحك هتلاقي الصورة مش حلوة. إنما لو خدت إضاءة كويسة من زاوية حلوة في شوية شادوز حلوين أو مصدرين إضاءة وظبطت الصورة بنفس الضحكة بنفس البوز، هتلاقي الصورة جميلة جدا. كده سر نجاح صورتك الأول بعد عرفت معرفتك أنت للتصوير والكلام ده كله، الإضاءة. عرفت إضاءة صح، طلعت صورة ممتازة. بوظت الإضاءة، لو معاك 5D مارك 4، لو معاك 1D X مارك 3، لو معاك نيكون 800، لو معاك أي كاميرا في الدنيا عالية وموظفتش إضاءة صح، شكرا مفيش صورة. إنها بالعكس لو معاك كاميرا متوسطة أو ضعيفة بعرس ضعيفة ووظفت الإضاءة صح، هتطلع صورة ممتازة. الإضاءة تقدر تعمل بيها أفكار كتير جدا، مش مجرد صورة عادية، ممكن تعمل أفكار مختلفة ومصادر إضاءة مختلفة ورخيصة. انت ممكن تصور بلمبة ليد، بلمبة موفرة، بأي حاجة، بشريط ليد، ممكن تعمل أي أفكار، مش مشكلة نوع الإضاءة إيه. إلا إذا لو انت بتصور حاجة متخصصة زي منتجات، فانت محتاج إضاءة نظيفة أو كويسة أو متخصصة، مش هتجيب مواد موفرة إنها بترمي لون أزرق وكلام زي ده، مش هنخش في المجال ده. بس وبكده تكون خلصت حلقة النهاردة. وكنت عايز أعملها عشان فعلا اعترف ان انا كنت بخاف من الاضاءه في اول مجالي، ولازم تعرف اضاءه، ومع الوقت لما تمارس وتعرف تستعمل اضاءه كويس هتطلع صور احترافيه. واخر حاجه اقرا الاضاءه كويس. طول ما انت ماشي لقيت حاجه قدامك فيها اضاءه، اقرا الاضاءه دي جايه منين، هو مستعمل اضاءه ازاي، هو جايب اضاءه من اي اتجاه، طب هو اخمن هو مستعمل ايه في الاضاءه دي. مش عيب تخمن، مش مشكله طلعت التخمين غلط، مش مشكله اي حاجه، المهم ان انت بتشغل دماغك تحاول تبقى احسن في موضوع الاضاءه ده. ولينا حلقات تانية ان شاء الله في اضاءة متخصصة اكتر. شكرا.